بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى، وشكرا لكم على التعميل وعلى المساندة. اليوم إن شاء الله في إطار التفاعل وفي إطار التدافع والدفاع، الدفاع الشرعي عن النفس، عن الوطن، عن الأرض، عن الوجود. لأن كما نقول دائما وكما قال الحسن الدين رحمة الله عليه، هي معركة وجود وليست معركة حدود. الرد غادي يكون على السيد الرئيس الجزائري، السيد الرئيس الذي كما يقول الحراك الجزائري، الرئيس الذي جابوا العسكر، والذي أثبت بالدليل أنه فعلا جا غير باش يجيبوا العسكر باش يرد على المغرب، لأنه من نهار جا السيد هو لا يقدم شيئا، كل ما يفعله هو اللقاءات الصحفية والخطابات وتيري الكلام. رجل موضع من أجل الهضرة وخلاص، رجل غير كيدوي. وآخر الإبداعات ديالو في اللقاء الصحفي الأخير ديالو، لأنه كاع الصحافة ديال العالم دار معاه لقاء، قال لي غير شوف ديك الصحافة الصفراء، ولا إن شاء الله نستضفوه شي مرة في شي قناة ديال اليوتيوب، هي اللي بقات ليه، لأن الراجل ما كيدير والو، الراجل كيدير غير اللقاءات الصحفية. المهم في اللقاء الأخير ديالو قال واحد جوج كلمات زوينين التعليق ديالو على الزيارة ديال الرئيس، على الزيارة ديال وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب. هذا الموضوع راه ما نطرش فيه، لأن هذا موضوع داخلي، إلا غنناقشو مع المغاربة، هو يدخل في إطار السيادة، ويدخل في إطار الشؤون الداخلية للمغرب، وتا واحد ما يفتي علينا، وتا واحد ما يملي علينا، وتا واحد ما يمارس علينا الأستاذية، وتا واحد ما يعلمنا الأخلاق، تا واحد ما يعطينا دروس في الأخلاق. السي عبد المجيد قال بأن في التعليق ديالو قال واحد جوج ديال المفردات، قال لك الخزي والعار، وفعلا الراجل اختار جوج ديال الكلمات اللي حنا كنقلبوا عليهم شحال هادي، الخزي والعار. ولكن غادي نشوفوا شكون هو اللي في الخزي والعار، شكون اللي غرق في الخزي والعار حتى النيفو، شكون اللي التاريخ ديالو كله خزي وعار. غنبدا من 1963 من بعد استقلال الجزائر سنه 1962، كانت حرب الرمال اللي هي بدايه الخزي والعار. الحسن الثاني رحمه الله عليه كان في زياره للجزائر، دا لهم سيارات، دا لهم دبابات، ومن بعد هجموا علينا في غفله وذبحوا الرجال، جاو لهم غدرا وغيله وذبحوا الناس، ذبحوا هذوك الناس اللي كانوا كيعاونوهم باش يحرروا بلادهم، هذه ما يديروهاش المجرمين. هنا غنفتح قوسين وغادي نرجع لواحد المساله باش نعلمو شنو هو، نوريو كالسيد الرئيس شنو هو الخزي والعار. راه قالها ايلي كوهين، الاسرائيلي الصهيوني اليهودي، سميوه كما بغيتو كما كتسميوه، ولكن اعطاكم درس وقال لكم ودي الفرق بيننا وبينكم، يعني بين اليهود وبين الجزائريين، وهما في الحقيقه هما اشرف منكم، لانهم قال لك حنا ما نسيناش خير المغاربه، ما نساوش خير محمد الخامس الذي انقذه من 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 مذابح ومحارق النازيه. وقال لكم ماشي بحال شي واحد، يروح لكم الهضره ايدي كوهين، تعطيكم دروس في الاخلاق وفي الاعتراف بالجميل. ندوز هذه المساله. اذا الخزي والعار بدا سنه 1963، بدا الغدر، لان الغدر هو اكبر عنوان للخزي والعار، هو الغدر ونكران الجميل، وهذه ثقافتكم وتربيتكم. في 1975 بعد المسيره الخضراء كيبدا مشهد اخر من مشاهد الخزي والعار والمهانه، هو طرد 350 الف مغربي في يوم العيد الاضحى بالحوايج اللي لابسيها اليوم، في واحد المشهد ديال الخزي والعار في الحقيقه، مشهد ما يديروش الانسان، ما نقولوش المسلم والانسان العربي والانسان الامازيغي، الكل الانسان، انسان كما خلقه الله، الانسان انسانيه الانسان كترفض بحال هذه المشاهد. هذا هو الخزي والعار سي عبد المجيد، واظنك انت كنت حاضرا، لانك انت ماشي صغير، تجاوزت 70 عام، كنت حاضرا، ربما كنت مساهما في هذا الخزي والعار اللي تطليتوا به في 1975 وطردتوا 350 الف مغربي ظلما وعدوانا. هذا هو الخزي والعار. الخزي والعار السيد الرئيس هو انكم تخلقوا واحد العصابه وتمولوها بالسلاح وبالمال، وتدعموها دبلوماسيا، وتخسروا عليها
300 مليار دولار، 300 مليار دولار هذا هو الخزو العرب. علاش؟ باش تقتلوا المغاربه، باش تقسموا المغرب، هذا الخزو العرب. ما تعطوناش دروس في الاخلاق، نتوما اخر من يمكن ان يعطي الناس دروس في الاخلاق، لانكم عديمي الاخلاق. الخزو العار السيد الرئيس هو ان، وهذا نزيد عليك واحد الجمله، واحد الكلمه اخرى، الخزي والعار والجبن، هو انكم في حرب الصحراء المغربيه من 1976 ل 1991 كنتم جبناء، ما كنتوش كتواجهوا المغرب، كنتوا كتصيفطوا قطعان قطعان الكلاب البريه ديال 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 المرتزقات البوليزاريو باش يصطادوا المغاربه، سواء عسكريين او مدنيين، كيجيبوهم ليكم في معتقلات الرابوني، وكتمارسوا عليهم الساديه ديالكم، كتمارسوا عليهم ابشع، ومارستوا عليهم ابشع ابشع وسائل التعذيب. وهنا عاوتاني غنفتح قوسين، الى جبنا اسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي وجلسناه مع اسير مغربي كان في الرابوني في سجون الخزي والعار في تندوف، هناك فرق كبير. فعلا اسرائيل ما مارساتش على 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 الفلسطينيين اللي مارسوه انتوما ايها المرضى النفسانيون ايها الساديون على الاسرى المغاربه. وهادشي هادشي موثق، نجيبوا اسير فلسطيني ونجيبوا اسير مغربي وتسمعوا منهم جوج باش تعرفوا قمه الخزي والعار الشيء اللي درتوه انتوما، في حين ان اسرائيل تحارب المسلمين والمسيحيين العرب، كتعتبرهم اعداء، لا هما من العرق ولا هما من الدين، ولكن رغم ذلك هي ارحم بكثير منكم. انتم اللي كتدعيوا العروبه والاسلام، مارستوا على المسلمين المغاربه ما لم تمارسوا اسرائيل على الاسرى العرب بشكل عام. واحد المساله اخطر من هذا، اسرى مغاربه وقعوا اسرى في حرب 73 في الجولان، وقعوا اسرى عند الاسرائيليين، وكيحكيوا ان جنود اسرائيليين، ضباط اسرائيليين اللي من اصل مغربي، كيفاش تعاملوا مع هذوك الاسرى المغاربه الوقت اللي عرفوا بانهم مغاربه؟ اش كتربطهم بهم؟ شيء اسمه الوطن، ورغم ذلك عاملوهم بانسانيه، بانسانيه. كيحكيوا اسرى المغاربه كيفاش عاملوهم اليهود، لانهم كيقول انت على الاقل انت ولد بلادي، ولو ان هذاك يهودي وهذاك مسلم وكانوا في حرب، وحنا اللي مشينا كنحاربوهم ماشي جاو لعندنا، حنا مشينا كنحاربوهم باش نحرروا الاراضي العربيه، ورغم ذلك عاملوهم بانسانيه. الشيء ما كديروا انتم، وانا اتحداكم في هذا الموضوع، انتم اوسخ خلق الله، انتم اوسخ خلق الله، باش ما تقولش الخزي والعار. هادشي راه موثق، هادشي كاين في هذه المساله، والله العظيم ان اسرائيل اشرف منكم. الخزي والعار السيد الرئيس هو انكم تخسروا 300 مليار دولار كما قلت على 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 المرتزقه. الان انتم في قمه الخزي والعار، وانتم تشاهدون المنتخب الجزائري غدا غادي يلعب في قطر، وغتشوفوا قطر كيفاش دايره، وملاعب قطر كيفاش دايره، وشوارع قطر كيفاش دايره، وفنادق قطر كيفاش دايره، واين تصرف اموال الغاز القطري في بناء الارض وبناء الانسان، وانتم ما عندكم ملعب ما تكسبوش. هذا هو قمة الخزي والعار، ما عندكمش ملعب واحد مشرف. تفرجوا في ملاعب قطر، الناس اللي كتبني السلام، الناس كتبني الإنسان، وقطر عايشين فيها القطريين وعايشين فيها الوافدين، الآلاف ديال البشر عايشين واكلين وشاربين وعايشين في ديك الأرض، فلوس الغاز فين كتمشي؟ هذا هو الخزي والعار. الخزي والعار السيد الرئيس باش ما تبقاش تزايد علينا، هو الوقت اللي المغرب دخل في مشكلة جزيرة ليلى، العالم العربي كله كان معنا بما فيهم القذافي، أوروبا التزمت الحياد، أنتم الوحيدون، أنتم بوحدكم، هذه قمة الخزي والعار، اللي مشيتوا كدعموا إسبانيا تحت، وما عندكم حتى شي مبرر، لا ديني ولا أخلاقي ولا سياسي ولا انساني ولا رياضي، حتى شي مبرر ما عندكم باش تمشيو تدعموا اسبانيا ضد المغرب في جزيره اللي هي مغربيه، اللي بعيده على على الساحل المغربي ب 200 متر، ومشيتوا بمنتهى الخسه
ومن منتهى الوقاحه ومنتهى الحقاره كدعموا اسبانيا، وتجي الان تقول الخزي والعار. انتم اسياد الخزي والعار، انتم منبع الخزي والعار، وما عندكمش مبرر. الخزي والعار السيد الرئيس، انتم كتقولوا اسرائيل، انا مشيت نقرا التاريخ، اسرائيل قتلات من الجيش الاسرائيلي، فعلا ارتكب جرائم في حق الفلسطينيين، ولكن يجي نحسبوا لقينا انهم من 1948 من النكبه الى 2019 اسرائيل قتلت من الفلسطينيين من الشهداء 100,000. انتم اسياد الخزي والعار، قتلتم من الجزائريين 200,000 في العشريه السوداء. انتم في 10 سنين قتلتوا الدوبل او الدوبل ديال اللي قتلوا الاحتلال الاسرائيلي من 1948. هما قتلوا في الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، ثم قتلتوا الجزائريين، ذبحتوهم مثل النعاج تحت شعار هبط ربو للواد. انتم استغفر الله العظيم، تحت شعار هبط ربو للواد 200,000 جزائري اللي قتلتوهم انتم، النظام الجزائري الوسخ العفن. هذا هو الخزي والعار. الخزي والعار هو انك تبقى تزيدوا علينا في حقوق الشعوب. 300 مليار دولار خسرتوا على المرتزقة وخرجتوا بصفر نتيجة، عدتم بفي حنين، ما كسبتوا حتى حاجة إلا أنكم سودتم وجوهكم أمام العالم. شكون اللي كيساندكم الآن؟ شكون اللي معاكم؟ لا أحد. حتى شي دولة ما كتساندكم، حتى شي منظمة ما كتساندكم. الآن أنتم مثل البعير الأجرب، حتى واحد ما كيساندكم. وأنا أتحداك تقول لي شي دولة معاكم، أكثر من 200 دولة في العالم ولا وحدة معاكم. إذا أنتم الآن البعير الأجرب، كتهضروا على حقوق الشعوب وحقوق الأمم. دائما كنذكر لكم هذه المسألة، كوسوفو بلد مسلم استقل على صربيا، أنتم الوحيدين اللي ما كتعترفوش به. وأكثر من هذا في الزيارة ديال شي مسؤول صربي، قلتوا بأنكم كتدعموا الوحدة الترابية ديال صربيا، يعني أنتم كتشيروا في هذه المسألة الكوسوفو. الصرب، سواء الصرب اللي كاينين في صربيا أو الصرب اللي كانوا في سربيتشا، يعني اللي كانوا في البوسنة والهرسك، أنا ما كنسمعش في الأدبيات ديالكم ولا في الصحافة ديالكم ولا في الإعلام ديالكم ولا المثقفين ديالكم كيتحدثوا على المجازر ديال البوشناق أو البوسنيين، المجازر اللي ارتكبوها السرب حلفائكم المجرمين بحالكم في حق البوسنيين في التسعينات، عمركم ذكرتوها. الأطفال واغتصاب النساء والمقابر الجماعية، ما عندكمش حتى عمر ما سمعت شي واحد فيكم كيتكلم بها. انتم قلت لكم انتم هما الخزي والعار، انتم اسياد الخزي والعار. حنا ما كنتعاملوش مع صربيا ومع السرب، العالم كله لا يتعامل مع صربيا بالشكل اللي كتعاملوا معاه انتم. الناس ما نساتش المجازر ديال سربينيتشا في البوسنه، كيف تم تقتيل المسلمين السنه، كيف تمت الاباده ديالهم، وكيفاش كانوا كيدفنوا بحال الحيوانات وكيتردموا. هذا هو الخزي والعار، هذه قمه الخزي والعار. انتم كتمشيو دائما مع اعداء المسلمين. سيد الرئيس، هذا هو الخزي والعار. الخزي والعار هو انكم تساندوا النظام المجرم السوري، وكأن الاطفال في البوسنه والاطفال في سوريا هما اقل شأن من الاطفال في فلسطين. كتقولوا على ان وزير الدفاع الاسرائيلي قاتل اطفال، ايه نمشيو معكم في الطرح. والنظام السوري هذو ماشي اطفال اللي تقتلوا في سوريا، اللي كيترمى عليهم براميل المتفجرات، هذوك الملايين اللي تشردوا من بلادهم، الالاف اللي عايشين في مخيم الزعتري في الاردن. كتعرفوه فين جا؟ كتعرفوه السيد الرئيس، عمرك شفت لهم شي اسبرين واحد المخيمات السوريه اللي كاينين في شمال الاردن، مخيم الزعتري، كتعرفوهم فين جاوا؟ اسبرين واحد ما عمركم بعثتوه لهم. انتم اكبر شعب منافق،
أكبر دولة منافقة، شعاركم الشفوي، غير الشعارات والشفوي، أما عند الأعمال فأنتم أخص خلق الله. إذا كان الخزي والعار، أنتم كما قلت أسياد الخزي والعار. علاش كتساندوا؟ علاش ساندتوا النظام السوري؟ علاش ساندتوا النظام السوري اللي جاب الإيرانيين وجاب الروس وجاب كل مرتزقة الشيعة اللي كاينين في العالم باش يذبحوا الفلسطيني، يذبحوا الشعب السوري؟ واش الشعب السوري أرخص من الشعب الفلسطيني ولا هي غير شعارات؟ إذا كنتوا كتأمنوا بالإنسانية وكتأمنوا بحق الشعوب، حتى السوريين راهم خوتنا ومسلمين وهما بشر قبل كل شيء. علاش ساندتوا النظام السوري؟ انتم اخص، ما تجيش السيد رئيس تعطينا دروس، دور اعطيها لنفسك. انتم احقر خلق الله وانتم اوسخ خلق الله، وانتم الان كما قلت مثل البعير اجرب، حتى واحد ما كيحاشي عليكم دابا، ولا احد، وحتى واحد ما كيعبركم. انتم وزير الخارجيه ديالكم كينقص في الدول ولا شي واحد معبر. علاش؟ لانكم الان اصبحتم في واحد الوضع مخزي، تفضحتوا امام العالم. انتما احط خلق الله. اذا السيد الرئيس ما تعطيناش الدروس، لا تقدم لنا الدروس. انتما الخزي والعار، انتم الخزي والعار مجسد، انتما تجسدون الخزي والعار. ما تعطيناش الدروس وما تحاولش تلعب معنا منطق الاخلاق، لان انتم لا خلاق لكم. ما تمارسوش علينا الأستاذية، فوالله الذي لا اله الا نحن اشرف منكم. شكرا إخوان، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.